واللي عاش حياته يشوف الهزيمة ورا هزيمة ورا هزيمة، من النكبة إلى الضياع إلى كل شيء في الدنيا، ضياع الجولان، ضياع سيناء، وضياع القدس في 67، لاحتلال بيروت في 82، لمذبحة صبرا وشتيلة، لقصف المفاعل النووي العراقي في الثمانينات، لقتل كل فلسطيني أو الفلسطينيين بدم بارد في عناقيد الغضب، وغيرها من الحروب اللي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، آلاف قتلاً وتشريداً، إلى اقتحامات حتى المسجد الأقصى المتكررة وتدنيس مصر الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده الشعوب العربية بتحفظ صم أي انتصار نحققه، وبتمسك بيه بإيدها وسنانها، وبتعتبره مصدر إلهام ليها، خاصة لو كان ده نص عظيم زي اللي حصل من 50 سنة يوم 6 أكتوبر 73، وإيه ده اللي قالها من الفلسطينيين بعد 50 سنة وفي نفس الشهر أكتوبر وبعدها بيوم، كان ده السبت 6 أكتوبر الساعة 2 الظهر 1973 10 رمضان، إنما في 7 أكتوبر 2023 بعد تقريبا 50 سنة بالفلسطينيين بيعيدوا تذكيرنا باحتفالات نصر أكتوبر طوفان. لو جرينا شوية بالتاريخ هنلاقي ان حتى مبارك كان فاهم، وهم قالوا على مبارك انه كنز استراتيجي لإسرائيل. مبارك كان بيدعم غزة ولو سرا، وكان دايما بيحذر إسرائيل، وده اللي يخلي مبارك فاهم كويس قوي افضل من قادة إسرائيل. مبارك قال لهم ان عملياتها في غزة بتفجر غضب 400 مليون عرب، بل ان مبارك كان لمعرفته بأهمية غزة انها مهمة للأمن القومي المصري كان متجاهل عمدا الانفاق اللي كانت بين سيناء وبين غزة. هذه الانفاق اللي تعدت الالف نفق انشئت او حفرت والجيش كان شايفها، الجيش المصري كان شايف الانفاق دي وعارف خطتها انما كان معديها، وطلع في خطاب شهير بعد حرب غزة في 2009 قال ان الانفاق دي شيء طبيعي. ليه؟ قال انها بسبب الحصار، وان اي كلام عن اتفاقية امريكية اسرائيلية رغبة تهريب السلاح لا يلزم بها شيء. مهين مهين. من امبارح للنهاردة بنشوف إهانة إسرائيلية لمصر وعادي جدا. جثتنا نحاست الإهانة ازاي؟ بضرب معبر رفح، مش مرة، 3 مرات بيخصف معبر رفح. طبعا انت اوعى تقول لي اصل معلش الطيار كان غلطان، دي طيارات الاف 35 او الاف 16 دي بتحدد الاهداف بتاعتها بدقه بالغه. المهين اكتر بقى ان اسرائيل مش بس ضربت معبر رفح او المعبر بالمصري او الجانب المصري بالصواريخ، لا، المهين اكتر انه مفيش اي رد فعل رسمي من مصر. لا، ده انت كمان خليت السيسي مرسال للفلسطينيين بيبلغهم بالضرب اللي هيحصل المعبر. يعني اسرائيل بلغت الجانب المصري قالت له قول للفلسطينيين ان انا هضرب المعبر، يعني المعبر بيتضرب وانت عارف وهم مبلغينك. هل تكون حرب غزه هي طوق النجاح او الفرصه اللي مستنيها السيسي عشان يساوم عليها؟ ويا ترى هيساوم على ايه؟ يا ترى ايه الدليل؟ الدليل اسمع بقى. الحقيقه ان موقع مدى مصر نشر او كشف النهارده في تحقيق خطير ان سيناريو بيع الارض مش بعيد، وان السيسي جاهز لتكرار ما حدث في حرب الخليج لما تم اسقاط ديون مصر مقابل مشاركتها في حرب تحرير الكويت. ودلوقتي السيسي معروض عليه اسقاط الديون وحوافز اقتصاديه، ورغم ان اجهزته السياديه رافضه، فان السيسي قد يلجا، بقول اهو قد يلجا لهذا الحل للخلاص من ازمته الاقتصاديه والديون اللي ورطنا فيها، وكانه بيقول للمصريين ما عنديش حل تاني. لكن في وسط العتمه دي كان في موقف حقيقي مشرف من عند العرب، موقف يذكر، موقف الازهر الشريف. طبعا ما سمعناش موقف الكنيسه خالص لان الكنيسه هتزعل، مش معقول يعني، لكن شفنا موقف من الازهر اللي كان من اوائل الناس اللي اصدروا بيانات وتصريحات بتهاجم الكيان وتطالب بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. الازهر طلع بيان تاني امبارح ما هاجمش بقى فيه الكيان، انما هاجم المتقاعسين والمتخاذلين عن نصر غزه. ده اللي قاله الازهر الشريف، وكمان غير صورة صفحته الرسمية على الفيسبوك بأعلام فلسطين. الكفر بتاع الأزهر بقى كده، واللي يزعل يزعل، مارك اضرب دماغك في الحيط يا مارك. أنا بس عايز أقول لمولانا السلطان محمد بن سلمان، ما عمال تصرف انت وتبهدل الدنيا على فنانين وحاجات ومليطة وملايط. يا عمي اعمل لنا حاجة زي فيسبوك عربي محدش يتحكم فيه، وفي قضايا زي دي بقى نشوف بقى نقدر نوري العالم باللغات كلها الجو ده. انما انت يا عم محمد بن سلمان انت وكل اغنياء العرب يعني سايبين لنا احنا في وش مارك، اللي مارك عمال يعمل لنا سترايك في سترايك في سترايك، سايبين لنا ايلون ماسك، ما تعملوا لنا حاجات زي دي بدل ما انت عمال في الهشك وبشك والحاجات دي.